نورهان، يمكن احنا في صباح الخير يا مصر كان لينا تجربة مميزة جدا في وقت كان صعب جدا على كل الدول العربية. كان زمايلنا محمد الشاذلي وهدير أبو زيد كانوا موجودين في غزة بعد الاعتداء السافر الأخير. يعني ما ينفعش نوصف أي أشكال للاعتداء وننعته، لكن هو كان اعتداء شديد للأسف. شفنا من خلال الصورة، لكن انت قلتي لي ان انت موجوده في غزه. على الهامش او على الجانب الاخر في قاعه اخرى بالامس كان في جلسه لاعاده الاعمار اقيمت وتحدث فيها الجميع عن اعاده اعمار بعض الدول والمدن التي تعرضت لازمات. فحابب اعرف منك الوضع في خلال الاعتداء الاخير في غزه. اوصف لنا واوصفي للساده المشاهدين اللي انت شفتيه بعينيكي، ووصف لنا بداية التجربة في خلينا نقول التعاون ما بين مصر والدول العربية في محاولة لإعادة إعمار ما تم تخريبه في غزة. للأسف يعني غزة من بعد الحرب حرب تلو حرب، يعني الوضع كارثي مثل ما حضرتك شفته. بس الإشي المفرح إنه مصر دائما بتكون مساندة للقضية الفلسطينية، يعني من أوائل الناس اللي ساعدت في تجاوز المحنة. الوضع في غزة يعني كارثي جدا، لأنه البنية التحتية تدمرت بالفعل، فهي محتاجة إعادة إعمارها من جديد، وأيضا إعادة تأهيل نفسي أيضا للسكان هناك. يعني أنا مثلا تجربتي الشخصية، أنا إلي كتير من قرايبي توفوا، يعني بنت خالتي وزوجها وولاد الأربع الأطفال توفوا، وهم ما إلهم أي علاقة بأي شيء سياسي، يعني سكان عاديين عايشين مواطنين مواطنين. فللأسف في القصة من اللي حصل، للأسف الاحتلال لا يفرق ما بين مواطن عادي أو اي احد تاني. يعني هو للاسف يعني هناك الوضع كتير 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 سيء، فبحاجة للمساندة وللمساعدة، وبحاجة الى النظر مرة اخرى، وايضا للعمل والدعم الكافي لإلهم. نورهان، ردك إيه على يعني البعض اللي بيزايد على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية؟ لا أبداً، ما حدا بيقدر يزايد. يعني مصر من قبل يعني الاحتلال ومن قبل أي حدا إجا على فلسطين، نحن علاقاتنا نحن ومصر تاريخية، وأيضا عندنا علاقات أيضا دم يعني ما بيننا وبين مصر. صحيح. فبالعكس مصر من أوائل الناس اللي بتكون مساندة للقضية الفلسطينية، وبالدليل في أي حرب في أي شيء هي اللي بتكون الوسيط. يعني دائما بيقول الوسيط المصري في وقف أي انتهاكات، في وقف أي شيء بيحصل. بالعكس مصر يعني دائما داعمة للقضية.